مصر الأكاديمية الوطنية دي سانتا سيسيليا العريقة تبدأ جولتها حول العالم. أولى محطاتها مهرجان إنيسكو في بوخارست. الموسيقيون والجوقى يعدون العدة لمغادرة روما المقر الأساسي للأوركسترا، متجهين نحو العاصمة الرومانية مع قائدهم أنطونيو بابانيو. الممتع عندما نسافر معا هو أنني أجلس في مقدمة الطائرة دائما، أرحب بكل الذين يصعدون. إنه أمر رائع السفر بسراويل الجينز التي يرتدونها والتفكير في الحفلة والموسيقى. نحن سعداء لكوننا معا. عندما أقول بونجورنو للجميع هو أمر رائع ومهم. Getting to really go to a variety of places. الذهاب إلى أماكن متنوعة كاليابان وروسيا ورومانيا يوقظ ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم. هم معروفون الآن على الصعيد الدولي. You get to be measured on an international stage. And يجب أن يظهروا قدرا معينا من الإصرار، وهو ما أظهره فعلا. Shown this grit. أوركسترا سانتا سيسيليا التي تأسست مطلع القرن العشرين تشكل إحدى معالم الثقافة الإيطالية، وتحتل المركز الأول بين فرق الأوركسترا الأوروبية بالنسبة لعدد التذاكر. أنطونيو بابانو أو توني كما يلقبونه يطلب من الموسيقيين أثناء التدريبات تجديد الأداء في كل مرة. كارلو ماريا الكمان الأول في الأوركسترا يخبرنا عن بابانو. في كل مرة نبدأ فيها العزف بشكل نمطي، ينتبه إلى ذلك، ونحن ندرك الموضوع أيضا ونعلم بأن ذلك لن ينفع. إنه يطالب بالإنغماس في العمل والعزف بحيوية دائما. نعم، الآن تفهمون سبب وجود قائد. أنا لا أغضب من أعضاء فرقتي كثيرا من الآن. القيام بجولة يعني العزف كل ليلة في مدينة مختلفة، والسفر يوميا. ما إن نصل نبدأ التمارين استعدادا لتقديم الحفل أمام الجمهور الجديد. لا يمكننا أن نؤدي نسخة سيئة مما أديناه في اليوم السابق. فرقة الأوركسترا سخية جدا، إنها تقوم بكل ما بوسعها لتقديم الأفضل والمبدع. أعتقد أن ذلك رائعا. And I think that this is great.